جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. على ما يعود هذا التهاون بالصلاة، التهاون بكثير من أمور الإسلام حتى عقيدة التوحيد، هل يعود إلى قصور في التعليم، إلى قصور في التربية، إلى قصور في المجتمع ككل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يعود إلى عدم المبالاة وإلى عدم الإيمان في القلوب. وأما العلم فكل مسلم يعلم علما ضروريا، لأن الصلاة لا بد منها في الإسلام، فهم لا يجهلون حكم الصلاة، ولكن ليس في قلوبهم إيمان. وأيضا لقلة الوازع من السلطة التي تأخذ على أيديهم، فإن الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يلزموا من تحت أيديهم ممن هم ينتسبون إلى الإسلام أن تلزمهم بالصلاة وأن تأخذ على أيديهم، هذا هو الواجب. ويجب كذلك على من له سلطة عليهم من أقاربهم ومن المسؤولين عنهم أن يكون لهم يد في إصلاحهم وفي تأديبهم وفي إلزامهم بالصلاة. ولو تضافرت الجهود بين المسلمين لما حصل هذا الخلل العظيم، وإنما نتج هذا الخلل من قلة الإيمان أو فقد الإيمان في قلوب هؤلاء، ومن إهمال من لهم سلطة، إهمال رعيتهم التي استرعاهم الله عليها وإلزامهم بالصلاة. نعم.